السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين الرابطة الجزائرية للمحترف الأولى موبيليس، وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم الجمعة 12/3 12 مارس 2021 مع بداية الجولة 17 من الدوري الجزائري. لو أول مرة تزور في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، شباب قسنطينة فاز على سريع غليزان 5-2، شباب التسارة فاز على وداد تلمسان 1-0، أم بالمادية تعادل أمام اتحاد بلعباس 1-1، ومولودية الجزائر تعادل أمام شباب بلوزداد 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. في صدارة ترتيب فرق الدوري الجزائري في المركز الأول شباب التسارة ب 32 نقطة من 15 مباراة، وفاق سطيف في المركز الثاني ب 30 نقطة من 14 مباراة، مولودية وهران في المركز الثالث ب 30 نقطة، أولمبي المادية المركز الرابع ب 29 نقطة، شبيبة القبائل على المركز الخامس ب 27 نقطة من 14 مباراة، جمعية عين مليلة في المركز السادس ب 26 نقطة من 15 مباراة، نادي برادو المركز السابع ب 23 نقطة من 16 مباراة، شباب بلوزداد المركز الثامن ب 22 نقطة من 12 مباراة، اتحاد الجزائر المركز التاسع ب 21 نقطة من 15 مباراة، شباب قسنطينة المركز العاشر ب 21 نقطة من 16 مباراة، مولودية الجزائر المركز الحادي عشر ب 20 نقطة من 13 مباراة، سريع غليزان المركز الثاني عشر ب 20 نقطة من 16 مباراة، وداد تلمسان المركز الثالث عشر ب 18 نقطة من 16 مباراة، نصر حسين داي المركز الرابع عشر ب 17 نقطة من 16 مباراة، أولمبي المادية المركز الخامس عشر ب 16 نقطة من 14 مباراة، اتحاد بسكرة المركز السادس عشر ب 16 نقطة من 16 مباراة، اتحاد بلعباس المركز السابع عشر ب 15 نقطة، نجم مقر المركز الثامن عشر ب 11 نقطة من 15 مباراة، شبيبة سكاكدة المركز التاسع عشر ب 8 نقاط من 15 مباراة، والأهلي برج أبو عريج المركز العشرين والأخير بأربع نقاط من 14 مباراة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر هداف الدوري الجزائري اللاعب بلال مسعودي لاعب شبيبة الثورة في المركز الأول بثمانية أهداف، يتساوى معه خلف الله لاعب أولمبي المادية. في المركز الثاني قدور بن جلالي لاعب أولمبي الشلف بسبعة أهداف. في المركز الثالث عبد الحكيم أمقران لاعب شباب قسنطينة بستة أهداف، وحمزة بلحوة لاعب شباب بلوزداد، وحمزة قدر لاعب اتحاد الجزائر، ومحمد عمورة لاعب وفاق سطيف. المركز الرابع محمد ربيع مفتاح لاعب نصر حسين ضايب بخمسة أهداف، وعادل جعبوط لاعب جمعية عين مليلة، بالعيد حميد لاعب شباب الثورة، سامي فريوي لاعب مولودية الجزائر، وبيمبو علي لاعب برادو كان برادي برادو عذرا. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة، اشترك في القناة فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.